بقولك ايه يا قمر، عايزة تقضي على القشرة، عايزة تقضي على روايح الشعر الكريهة. عندك قشرة كتير مضايقاكي، وبالذات احنا في الحر، وبتاكلك وبخليكي بتهرشي ومتضايقة منها جدا. عندك بقى روايح شعر كريهة من كتمة الطرحة، او من كتمة ان احنا بنلف شعرنا كده ونسيبه مبلول، بيحصل فيه كمكمة، او اي روايح كريهة انت مش بتحبها في شعرك. عايزة ريحة شعرك تبقى حلوة كده وجذابة كده وجميلة، واللي يشمها يقولك ما شاء الله انت بتستخدمي ايه. تعالي معايا وانا هقولك الوصفة الجميلة دي، هتقضي على القشرة وهتقضي على روايح الشعر الكريهة، وكمان هتقشر فروة الراس. يعني هي مقشر وبتقضي على القشرة، وكمان بتخلي فروة الراس عندنا ريحتها حلوة والشعر ريحته حلوة. وصفة جميلة جدا جدا، ومن عندنا من بيتنا كلنا اهي، جميلة جدا جدا، وهتتفاجئوا بمكوناتها. تعالوا معايا نعملها ونشوف ايه. بس اهم حاجة انا عايزة لايك علشان نقدر نفيد غيرنا، احنا نستفاد وغيرنا يستفاد. يلا بينا نشوف وصفتنا ايه النهاردة، متنسونيش في اللايك. يلا بينا. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم، انت بتزعق. طب مش هعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وصفتنا النهاردة جبارة بمعنى الكلمة، وصفة جميلة جدا جدا لإزالة القشرة ولتقشير فروة الراس. هتقشرها فعلا من اي قشرة فيها ومن اي حاجة فيها، وكمان هتقضي على روايح الشعر الكريهة. طبعا احنا في ناس كتيرة جدا بتشتكي من الموضوع ده، وفي ناس اشتكت لي كتير جدا جدا من الموضوع ده. وصفتي النهاردة بجد جميلة جدا جدا. تعالوا بقى بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده اول حاجة معايا، انا هعوز نوع شامبو، اي نوع شامبو انت بتستخدميه. هاخد منه معلقة كبيرة، تمام. هعوز ايه؟ اي نوع، مش هقولك بقى نوع معين تكوني بتستخدميه، لا، او اي نوع شامبو انت بتستخدميه انا عايزة منه معلقة، تمام كده. تاني حاجة معايا، انا عايزة معلقة خل تفاح، معلقة خل تفاح. لو عندك خل من العادي تمام، بس هو الافضل يكون خل تفاح، لان خل التفاح جميل جدا 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 للقشره، بيقضي على القشره بطريقه جميله جدا. هنحط برضو منه معلقه كبيره، تمام كده. تاني حاجه معايا، تالت بقى حاجه معايا، هعوز معلقه بيكربونات الصوديوم. معلقة بيكربونات الصوديوم دي بتقشر وبتقضي على القشرة، وجميلة جدا جدا. هحط منها معلقة، شايفين الفوران بيحصل تفاعل. عايزة بقى معلقة سكر، معلقة سكر. تستغربوش، سكر جميل جدا وبيساعد في كمان في نظافة فروة الراس، وبيقضي على القشرة، وبيقضي على حاجات كتيرة قوي قوي قوي. بصوا عملت ازاي. هعوز بقى اخر حاجة معايا، وهي القهوة. هعوز معلقة قهوة برضو من الكبيرة اهو، انا طبعا عشان دي معلقة صغيرة هحط منها معلقتين اهو. القهوة برضو من الحاجات الجميلة جدا 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 للشعر، وبدخلها في كل وصفات الشعر، اكتر الوصفات عموما بعملها بالقهوة. بصوا طبعا في هنا فوران، بصوا حبايب قلبي، فوران بقى دي بتتفاعل مع بعضها، المكونات بتتفاعل مع بعضها. احفظوا كده معايا المكونات بالظبط، وتنعمل صح وتنعمل زي ما انا قلت لكم كده بالظبط اهو. اهو بصوا بقت عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. بتقضي بقى على القشره، وكمان بتنضف فروه الشعر، وبتقشرها، بتقشر اي حاجه فيها، هي تعتبر مقشر لفروه الشعر. بتقشر بقى القشره اللي فيه، وبتقشر اي حاجه فيه، وبتقضي على ريحه الشعر الكريهه، بتقضي على اي ريحه في الشعر ايا كان سببها ايه، تمام. انا عايزاكم تدوني لايك بقى، واللي ما اشتركش معايا يشترك معايا في القناه اهو. احنا بنسيبها كده مع بعض، بنقلبها ونسيبها مع بعض خمسه كده، يعني تاخد وتدي كده مع بعضها. طبعا احنا على بال ما هي تاخد وتدي كده مع بعض بتنسب خمس دقايق، هنراجع المكونات. احنا قلنا معلقه شامبو، اي نوع شامبو عندك، اي نوع، مش عايزه نوع معين. ومعلقه خل تفاح كبيره، ممكن اي خل عادي، بس الخل التفاح افضل للشعر. ومعلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه بيكربونات الصوديوم احفظه واكتبه. ومعلقه سكر، سكر من العادي بتاعنا. ومعلقتين قهوه، او معلقه قهوه كبيره، انا حطيت معلقتين بيض صغيره بس كده، وتقلبيهم مع بعض. هي كده تعتبر معايا خلاص هدت اهيت.
هي مش عايزاها تهدى بس عشان انا بسيبهم عشان يتفاعلوا مع بعض زياده. هتعملي بقى ايه يا ست البنات؟ تستنيش في اللايك بقى، انا عايزه لايك وانت بتتفرجي كده. هتعملي بقى ايه يا ست الكل؟ هتيجي وانت بتاخدي الشاور عادي، الشاور العادي بتاعك، او بتغسلي شعرك. هتغسلي اول مره الشعر عادي خالص وتبليه كده بالميه، تبليه خالص تخليه مبلول، وتاخدي الوصفه دي تدعكي فروه الراس من جوه، تعملي مساج لفروه الراس. عايزاكي تمسكيها وتعملي مساج كده 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 في كل حته في فروه شعرك كله، من فوق لتحت، من جوه، من الجناب، ومن كل حته. عايزه الوصفه دي تمسك فروه راسك كلها، تتغلغل في فروه الراس، تمام. اهم حاجه بقى هنا التدليك، اهم حاجه التدليك. انا باكد اهو علشان ما تعمليهاش وتيجي تقولي لي ما جابتش نتيجه. لا، ده جميله جدا 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 وهتجيب معاكي نتيجه من اول مره. التدليك، انا عايزه التدليك في فروه الراس من جوه كويس جدا علشان تساعدي القشره، تقشري فروه الراس وتساعد ان القشره تنزل كلها وتقضي على اي روايح في الشعر، تمام كده. يبقى هتدلكيه كويس مدة 5 دقايق او 10 دقايق، وبعدين هتغسلي شعرك عادي خالص بالشامبو اللي انت بتستخدميه. يعني هتشطفيه الاول من الوصفة دي، تشطفيه كويس الاول وبعدين تغسلي شعرك عادي بقى خالص. لكي مطلق الحرية في نوع الشامبو اللي بتستخدميه وفي اي حاجة انت بتستخدميها، تمام. ومن اول تجربة ومن اول مرة هتلاحظي ان القشرة اختفت تماما، وهتلاحظي ان ريحة الشعر بقت جميلة جدا، واختفت اي روايح كريهة اختفت من الشعر. والتجربة دي، الوصفة دي عامل تجربة شخصية والله العظيم. انا بجيب لكم حاجات ربنا اللي عالم، انا ببقى عايزه توصل لكل الناس ازاي، وعايزه الناس تستفاد منها بقدر الامكان على قد المستطاع، على قدر المستطاع. على فكره انا بعمل وصفات على كواي وعلى لايكي، بعمل وصفات جميله جدا، وعندي اقبال هناك فظيع جدا، وعندي مشتركين بسم الله ما شاء الله. يعني مش عايزه اقول لكم الارقام المهوله، ومده وعدد المشاهده معدي فظيع في البرامج التانية. انما اليوتيوب هو حظي ونصيبي كده بس. انا ببقى عايزاكم تشيروا الفيديو او تحطوا لايك علشان يوصل لناس تانية كتير عشان تستفاد. انا مش عايزة حاجة غير الناس تستفاد بس، تمام اهي. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تعجبكم. وهي كده بقت جاهزة معايا ومتفاعلة وجميلة هيت، وجميلة جدا جدا، هتقضيلك على القشرة وهتخلي ريحة الشعر جميلة جدا، وهتشكريني فعلا بعد ما تجربيها. تنسينيش بقى في لايك يا ست الكل، ودعوة حلوة كده منك يا ست البنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.